مساء الخير عليكم يا صبايا، ومساء الخير عليكم يا شباب. وحشتونا جدا جدا من الاسبوع اللي فات. النهارده هستنى تليفوناتكم، طبعا هيكون التليفونات موجوده تواصل. والنهارده هنتكلم في مواضيع مهمه جدا 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 ان شاء الله، زي ما وعدتكم باذن الله تكون اكتر فتره لصبايا بيقدم كل ما هو مفيد وكل ما هو فيه وعي ليكم وكل الاخبار اللي بتهمكم. هستنى تليفوناتكم في اخر البرنامج، ولو عايزين تتصلوا من دلوقتي تقدروا تتصلوا وهما بياخدوا التليفونات وبنرجع نكلمكم. الحقيقة هبتدي النهاردة الحلقة بحادثة حصلت الأسبوع اللي فات، والعناوين بتاعت المواقع كلها كانت خطف فتاتين أو خطف بنتين. والحقيقة لما عرفت إن اللي قام بالحكاية دي هو الأب، هي ما تتسماش خطف يعني في نظر القانون وفي نظر الناس. لو أب أخد أولاده مش هيبقى خطفهم، ما اسمهاش خطف. ولكن الحقيقة الطريقة اللي اتعمل بيها ده هي ما تتسماش خطف، هي تتسمى حاجة عكس الإنسانية والأدمية وازاي حد يبقى يعني ولاده ضناه من دمه يعرضهم لموقف زي ده، او يخلي في اذهانهم حاجه يفضلوا يفتكروها طول عمرهم بالشكل ده. بنتين مدينه نصر، او اللي بيتهم في حي مدينه نصر، اللي قام ابوهم بتخديرهم بالمساعده بواحد معرفش الله اعلم ده مين داخل اسانسير، وفي بنت كملت معاه، وفي بنت لقوها زي ما الام هتشرح لنا دلوقتي بالتفاصيل عشان ما اقولش حاجه غلط. هي عايزه ابتدي الحكايه ببيان وزاره الداخليه: كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله شخصين يقومان باصطحاب طفلتين من احد المصاعد. بالفحص تبين انه بتاريخ 13/12/2023 تقدمت والده الطفلتين مقيمه بدائره قسم شرطه مدينه نصر الثالث بالقاهره ببلاغ للقسم يتضمن قيام طليقها محاسب باحدى الدول وبصحبته اخرين باخذ احدى طفلتيهما دون رغبتها، وطلبت اثبات ذلك دون التطرف لاي تفصيلات اخرى بدعوة وجود خلافات عائليه بينهما، حيث كانتا تقيمان بصحبه والدهما بعد انفصالهما حتى عام 2022 وحصولها على حكم بحضانتها لطفلتيها وتنفيذ عقب ذلك، وتم تقدم ما يفيد ذلك. يعني هم كانوا عايشين مع الاب وهي اخذت حضانه حكم حضانة فضمتهم ليها. وبإجراء التحريات تبين قيام والد الطفلتين بالاستعانة بشخصين لارتكاب الواقعة على النحو الظاهر بمقطع الفيديو، وقيامه بمغادرة البلاد بذات تاريخ الواقعة صحبة نجلته عبر ميناء القاهرة الجوي لإحدى الدول بمحض إرادتها ورغبتها، كما هو مثبت بكاميرات المراقبة الأمنية. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الشخصين، أحدهما الظاهر بمقطع الفيديو رفقة والد الطفلتين، والثاني سائق السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، ومناقشتهما أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاتفاق مع والد الطفلتين مقابل مبلغ مالي. طيب هات لنا بقى الصورة اللي هي في المطار، إن فعلا في بنت من البنات مشيت بمحض إرادتها بإرادة كاملة، إن البنت لم يتم خطفها، هي اتخذت من مامتها بطريقة مش لطيفة، ولكن هي مشيت في المطار بإرادتها. وهنسمع برضو كلام الأم طبعا. هي موجودة اهي البنت مع باباها. انا عايزة الفيديو بتاع المطار. طيب اهي البنت موجودة مع الأب وماشيه بمحض ارادتها. حنين في سته ابتدائي ماشيه ورا باباها اهي، وماشيه بكامل ارادتها. ارجعلي. طيب خلينا قبل ناخد الفيديو اللي تم تداوله. طيب
طيب تعالوا ناخد الكليب ده الأول. حنين كانت معايا في فصل واحد وكنت بحبها قوي وكانت صاحبتي، وانا بجد وحشتنا قوي كلنا، وكلنا مش هنسيبها عشان احنا بنحبها قوي. ده اصلا مستحيل يبقى اب، مفيش اب يعمل كده في ولاده، ده مستحيل يبقى اب بجد، مفيش حد يعمل كده، ده بيخدرها، بيخدرهم هما الاثنين، ممكن يموتوا في ايده اصلا. يعني ايه؟ يعني ايه انا عشان اخد ولادي اجيب 2 غرب او 1 غريب يدخل على بنتي يخنقها؟ ممكن تورينا سكرين شوت ويحط يخدرها عشان اشيلها وامشي بيها؟ يعني ايه انت ايه؟ وبصوا بيضرب، بتضرب الراجل، ايه الرعب ده؟ ايه ده؟ ازاي تخلي واحد غريب يتعدى على بنتك؟ ازاي تخلي واحد غريب يتعدى على بنتك؟ ازاي؟ في حاجة في الدنيا اسمها كده؟ ما هو يا اما الناس اتجننت، اصل دي مش ده مش مجرم، يعني ده مش مثلا ما فيش امن وامان مثلا، ده مش مجرم، ده اب راح لولاده، أب راح لولاده، مش دول ناس ماشيين في الشارع دخلوا خطفوا بنتين، لأ ده أب راح لولاده، دخل عليهم ناس غرب بيخدروهم ويشيلوهم ويطلعوا بيهم. فاكرين لما كنا بنتكلم على الطلاق وعلى الانفصال وإن الناس بتستخدم ولادها كأسلحة انهم يضايقوا بعض وانهم بيخلوا الولاد يمروا بظروف صعبة جدا جدا جدا؟ ازاي؟ وبعدين بحاول اعمل عملية ضبط نفس لان انا مش متخيلة ان انا يحصل لي كده بصراحة لولادي. يعني معلش القانون في سن حضانة وبعدين في سن بيخير فيه الطفل، إذا كان الطفل مش عايز يعيش معاك وبيضربك بالإيدين وبالرجلين وكده، أنت عايز إيه؟ أنت عايز إيه؟ ما هو أنت لو كنت عايز تلم شمل العيلة ما كنتش سبتها، ما كنتش طلقت الست وسبتهم، كنت قعدت في مصر وقعدت جنبهم، كنت عملت حاجات كتير قوي غير إنك تخدرهم وتاخدهم. مش ممكن حد في الدنيا يوافقك على ده لو قلت حتى إيه؟ لو قلت حتى إيه؟ لو قلت إن الست دي بتكويهم بالنار، مش هينفع. انا عايز اعرف بس البنتين اتاخدوا، في بنت طلعت مطار بمحض ارادتها والبنت التانية لقوها ازاي؟ طب احنا عايزين جدة البنات، حاجة ليلى جدة البنات، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي، تحكي لي بس تفاصيل الواقع. هي في بنت مشيت بارادتها وبنت قعدت؟ هي البنت ما مشيتش بارادتها، يعني البنت كانت مخدرة اصلا وبعدين كانت مرعوبة، يعني خايفة تعمل اي حركة، يعني هي كانت طب هي البنت التانية ما مشيتش معاهم ليه؟ البنت التانية البواب لحقها، البواب اللي خدها؟ البواب اصلا كان ليه سابقة برضه في فيديو قبل كده، يا ريت برضه تتداوليه. جالهم على باب العمارة تحت. يعني هو حاول ياخدهم قبل كده؟ دي تالت ولا رابع مرة. هات فول سكرين للمحاولة الأولانية. ده الفيديو معانا اهو، هم ده الاولاني خالص، ده مش الايام دي، ده من قد ايه؟ ده برضو من فتره قريبه بصراحه، مش متذكره بس فتره قريبه من الموضوع. أنا يعني مش شايفه قوي، شعرين ولا أنا حاجه مش شايفة يعني قوي هو في ايه. البنتين قدام باب العماره، وده باباهم، ده باباهم بقى اللي بيحاول يشدهم. وجايب معايا استاذ ريهام، واحد معاه كمان يعني برضه عشان يساعده هو يشيل حاجه والتانية تتشد برضه، يعني جايب برضه واحد معايا وبيحاول يشدهم، وبعدين البواب طلع انقذهم. اللي بيشدها بقى الصغيره دي كانت حنين جانا بقى، كانت واقفه طبعا مش هيقدر يشيلها، لكن التانية هيحاول بقى ياخدها.
فلما ياخدها التانية تجري جانية تجري وراه، يقوم بقى الاتنين يحطهم في العربية. فحنين كانت بتقاوم بعنف، يعني انت واضح عندك في الفيديو على سلم العمارة تحت، يعني هو البواب طلع لهم وقف لهم كده، البواب طلع لانه له سابقة قبل كده برضه، وكان عارف ان هو تهجم عليهم على يعني هو عارف ان ولاده مش عايزين يروحوا له. هو ما عرفش، انا ما اعرفش يعني، لا الفيديو الاولاني ده مبين ان هو البنات مش عايز تروح معاه بالظبط كده. وانت شايفه كمان حنين كانت بتقاوم منه ازاي وتشد نفسها ازاي، قاعده تشد مش بارادتها يعني ولا حاجه. طيب وبعدين؟ لان هي كانت متخدره وكانت كمان بس هي مش متخدره، لان هي ماشيه وراه ماشيه كويس. لا هقول لك حاجه، هي كانت يعني قالت لنا بعد كده ان هي كان بيحاول يديها حاجه في بقها ومش عارفه، قالت لنا سردت الحكايه لحد ما وصلت السعوديه. انا عايزه بس اعرف حاجه من حضرتك، هو انت بتقولي البواب اخذ بنت من البنتين ساعه الوقعه؟ الواقعه الجديده بقى اللي فين الفيديو بتتكلمي عليها دي؟ ما انا هقول لك، هو واقف على باب العماره، هو بيجيب في بعض ده الفيديو الجديد الجيران هنا بيجيب لهم بناتهم وكده من المدرسه. طب رجعه لنا، طب رجعه لنا لو سمحت. يعني ده بعد طالعين هم الاسانسير بيهم للاسف، يعني هو استناهم جنب باب الشقه عندي في الدور ال11. البواب البواب فين؟ طالعين هم من باب العماره. ايوه ممكن يا استاذه ريهام اقول لك الفيديو بالظبط شرحه. هو كان النور بيتقطع من عندنا من الساعه 12 للساعه 2، ده خلاصه الموقف كله. هو كان مراقب المكان كله وعارف المنطقه هنا بيحصل فيها ايه. البواب لقاهم. تمام. في الوقت اللي النور قطع فيه طلع هو على السلم بتاع الطوارئ، وقف عند السطح فوق جنب الشقه عندي انا في الدور ال11. ايوه هو معاه الولد اللي هو جايبه معاه ده يساعده. تمام. انا كنت جوه في الريسبشن، قاعده في الريسبشن، سمعت صريخ جامد يعني صريخ، بس ما تخيلتش ان هم، قلت طب هو حتى لو يعني هاتف جالي كده ان هم ممكن يكونوا هم، بس يقول لي هيجيبوا جنب الشقه عندي، مش معقوله ان هو يجي. هو البواب جري جوه يجيب ايه؟ البواب جري يجيب جوه يجيب الموبايل عشان يتصل بيا. وجري وراهم. جري وراهم بقى. جري وراهم راح جري وراهم راح واحد سايب بنت منهم. هو وقعت على الارض منهم. لا اللي جري وراه ابوه، يعني جري وراه ابوهم لانه عارفه. ايوه يعني هم الاثنين خرجوا. البنت وقعت على الارض اهي. كل واحد منهم خرج من حاره من العماره. أيوة. عشان يتفرقوا، عشان خاطر لو واحد يعني يلحق يعني ايه ما يتلخموش في الاثنين. فاللي لحقوا البواب ابوهم لانه هو عارفه. ففي بنت وقعت منهم وبيحاولوا. هي اللي وقعت دي بقى جنى، اللي وقعت كبيره، لان البواب. طب هل حنين بعد ما سافرت مع باباها اتصلت بيكو؟ طبعا تواصلت بينا وقعدت تعيط، وانا عاوزه ارجع لكم، وانا خايفه. يعني كلمتكم يعني؟ مرعوبه. هي كلمتنا قالت لي بابا بيقول هي باباها متجوز؟ متجوز. وعنده اولاد تانية؟ لا ما عندوش اولاد تانية. يعني هو متجوز واخدها تعيش مع مرات باباه؟ ما هم كانوا قعدوا الاربع سنين اللي خطفهم في الخطفه الاولانيه كانوا قاعدين مع مرات بابا. هو خطفهم قبل كده وقعدوا اربع سنين بره مصر. اربعه. وبعدين خدت حكم حضانه، نفذته ازاي بقى وهم بره مصر؟ احنا كان معانا الحكم الحضانه من يعني من قبل ما يمشوا. طب هي رجعتهم ازاي؟ رجعناهم الحمد لله بفضل الله، الناس قالوا لنا ان ولادكم في مصر. الحقوا خدوهم، احنا عارفين اماكنهم بقى، قرايبهم واخواته وبتاع، تردنا على الاماكن دي. وفاجئناهم يعني. وخدتهم. جبنا يعني معانا محامي وبتاع عشان نبقى يعني. هم قعدوا اربع سنين مع بابا، هو الانفصال من قد ايه؟ والله الانفصال يا يعني استاذه رام انا مش متذكره التواريخ بالظبط، بس هي منفصله بقى لها فتره يعني من 2017 تقريبا. من 2017 يعني. وبعدين اخذهم بعديها على طول؟
لا فاتهم بقى بعدها بشويه كده، راح بقى وافدهم مع انهم هيشوفوا عمل عليها تحايل كده. يعني هما بقى لهم قد ايه دلوقتي مع مامتهم؟ هنا بقى لهم هنا سنتين وشويه، سنتين. سنتين. وفي السنتين حاول مرتين، ما لحقناش نقعد بيهم يعني، احنا ما لحقناش، يا دوبك لحقنا نسيناهم الفتره اللي هم عاشوها. طب هو هو كان بيقول لكم ان هو بيعمل كده ليه؟ يعني عشان عايز يعيش مع ولاده اكيد، صح ولا ايه؟ بيعمل كده يبقى عايش لا، هي طبعا الطريقه غلط، لكن هو عايز ياخد ولاده، عايز ياخد ولاده بس ما ياخدهمش بالطريقه دي حتى. يعني انا مش بصحح له، انا بقول لحضرتك، هو لما بيعمل كده بيقول لكم ايه؟ احنا عرضنا عليه، يا استاذه ريهام ابني اتصل بيه لما كانوا البنات هناك وخاطفهم، قال له يا فلان ممكن يبقوا البنات عندك شويه وعند مامتهم شويه والامور تمشي عشان البنتين يبقوا الاثنين برضو بين الاب والام، رفض تماما. بصي هقول لك حاجه، احنا عايزين بس نغير لفظ خاطفهم دي، عشان هو ما بينفعش تتقال على اب، هو واخدهم بطريقه الحقيقه اجراميه. يعني هي يعني طب ما هو ده تسميه ايه؟ يعني هي لا، انت بتقولي ترددنا على بيته واخدناهم، ده مش معناه انك خطفتيهم. لا احنا ما خدناهمش، هم من حق القانون ده، خطفناهم يا استاذه ريهام. انا لا، انا بقول لك خلينا نقول عشان كلمه خطف بتخوف ناس كتير، هي الطريقه اجراميه. هو غريب بصراحه، يعني هو واضح ان هو ما لقاش اي طريقه، بس دي طريقه انا ما اعرفش ازاي، ما اعرفش جات له منين الفكره دي، ولا مين اللي شار عليه الشوره الغريبه دي. انا متهيألي ان ولاده عمرهم ما هيسامحوه على حاجه كده. وفعلا يعني انا متهيألي ان عمرهم، يعني انا عمري ما، لو انا معمول فيا كده وانا صغيره، مش متخيله ان انا ابويا يجي ياخدني من امي بالطريقه دي. يعني بالظبط. مش خايف عليهم من المخدر؟ طيب مش خايف عليهم للراجل ده يمسك واحده ماسكه مش لطيفه، يعمل لها حاجه مثلا مش كويسه؟ الاسئله دي تتسال له هو بقى، يعني نساله لنفسنا. ازاي اجيب راجل وانا اتعافى على بنتين صغيرين بالطريقه؟ بصي بتقاوم ازاي؟ ازاي في ابوه، ازاي في قلب اب يعمل كده؟ ازاي؟ تمام. طب حضرتك دلوقتي بتحاولي تتواصلي معاه مثلا انك ترجعي حنين، ولا بيحصل ايه؟ لا هو انا اول ما خطفهم على طول تواصلت مع والدته. جانا كلمت جدتها، قالت لها انا عايزه بابا يرجع حنين. ما هو اصل هو معلش، وان انا اخدر واحده وامسكها وكده، ده اكيد برضو مش قانوني يعني. ايوه تمام. احنا المهم يعني جانا كلمت جدتها عايزه اختي ومش عارفه ايه، قلت لها طب هتكلمها، كلمتها قلت لها يعني ما يصحش ان هو يعمل كده، يجيب حد يخدر البنت ويعملها. انا بقول لك عشان برضو انا مش عايزين. هي موافقه على اللي هو عمله؟ موافقه على اللي عمله. قالت لي انا هو في حد بيخطف بنته زي ما حضرتك بتقولي لي كده؟ لا انا بقول لك ان كلمه خطف قانونا، احنا بنتكلم عن جريمه دلوقتي، خطف تمام. قانونا مش صح، هي مش خطف، هي تمام. انه اخذ ولاده بطريقه اجراميه، تمام، هيتحاسب عليها برضو. يعني قصدي اقول ان عشان كده تم القبض فورا على الراجل التاني ده. يعني انا بشكرك. انا بس عايزه اقول لكم حاجه، وزاره الداخليه بتعمل مجهود غير طبيعي، غير طبيعي لاي حاجه صغيره جدا، عشان كده الراجل ده اتقبض عليه في لحظه في لحظه. ولولا ان التاني موضب نفسه ان تبقى تذكره الطيران متحضره بعد الحركه بعد البتاع، ان كان حصل اجراء تاني للطريقه طبعا، لان هو ابوهم. لكن الراجل التاني اتمسك في دقيقتين. يعني ايه اروح، هو بيقولوا بيان الداخليه بيقول مقابل المال، ازاي انا اروح اجيب واحد غريب يخدر بنتي واعرضها للحظه دي؟ ما هي مش فاهمه بقى، واحد جاي يخدرها وبيكتفها وبتضربه بيقاومها. هات لنا لو سمحت الفيديو بتاع الاسانسير، وهات لنا وهم خارجين من العماره. انا بس نفسي يبقى فول سكرين، ما بحبش الويندوز دي لو سمحتوا، عشان الناس تشوف كويس. بصوا ماسكها من رقبتها ازاي، بصوا ماسكها من رقبتها ازاي وهي قاعده تعمل فيه، بصوا بيخدرها، بصوا بيكتب. طب اتخنقت،
كتم نفسها زيادة عن اللزوم بالمخدر، اتخنقت ماتت، هتسامح نفسك ازاي؟ مش انت هتشوف الفيديو ده؟ المفروض انا بوجه لحضرتك سؤال، لو الراجل قرص عليها شوية في موضوع المخدر ده، لو هي عندها حساسية من المخدر ده فماتت في لحظتها، لو اي حاجة، لو 1% في خطر على حياة بنتك تبقى قتلتها؟ هتقولنا وهم طالعين من العمارة انتوا شايفين ان في حد ياخد ولاده بالطريقة دي؟ بصوا بقوا متخدرين واخدهم ازاي؟ لا بصوا يا جماعة، ارجعي لو سمحت، انا لما اقول لكم ان الناس فعلا حصل لها نوع من اللوث، يعني انا متأكدة ان الناس اللي بتشتغل في وزارة الداخلية دي ربنا والله يعينهم وربنا يوفقهم ويعينهم علينا والله العظيم، هل ممكن كنتوا تعيشوا لغاية اليوم اللي تتخيلوا فيه ان سلوك الناس يوصل الى انه ده ولا مجرم ولا بيتربح ولا مثلا راجل فقير فبيعمل جريمة ولا حاجة، ملوش دعوة بالامن والامان خالص بتاع البلد، ده راجل متخانق مع مراته اتطلق منها او طلقها؟ لو سمحت عايزين موسيقى الفيديو، شفتوا عاملين لي رعب. وطلقها، وبعد ما طلقها انفصل عنها، اشتغل برا مصر، اتجوز، عمل حياه، وجي يعمل كده في عياله. انا مش بعاتبك خالص انك تبقى عايز تعيش مع عيالك، عيش في مصر، تزوره كل اسبوع، تشوف ايه اللي نفسيا، ما هم لو هم عاشوا معاك قبل كده، لو كانوا عايزين يرجعوا لك ما كانوش قاوموا قوي كده. لازم اشوف ولادي، يعني هتقولي لو ولادك جم قالوا لك احنا راحتنا مع بابا، ايوه لو راحتهم مع بابا يروح، يعني لو راحتهم مع الاب يعملوا كده. دلوقتي في حق رد لوالده الاستاذ اللي خطف، أو مش خطف، انا مش عايزه اقول خطف، اللي اخذ ولاده بطريقه الحقيقه اجراميه جدا، هو اخذ اولاده، حاجة حليمة، حاجة حليمة معانا ولا ايه؟ طيب لغاية ما توصلوا لها طبعا ليها حق الرد، وهو ليه حق الرد، واي حد ليه حق الرد، ولكن مهما حصل محدش هيوافق على الطريقة دي أبدا مهما حصل. يا جماعة خلافات الأزواج بقت بتوصل لحد غير طبيعي، انتوا حصل ايه لعقلكوا؟ حصل ايه لمخكوا؟ 2 اتجوزوا وحبوا بعض وعملوا وجابوا بدل العيل 2، ازاي الخلافات تبقى بينهم كده؟ ازاي؟ انا ما على فكره مش بستغرب وبقول مثلا ان ده مش وارد، لا وارد، وارد ان يحصل خلافات توصل لمحاكم مثلا بالقانون، مع ان برضو بتبقى سيئه قوي اني نقف قدام بعض في محكمه وحاجات كده، لكن ساعات بتلجا الست تعمل ايه؟ عايزه نفقه، عايزه تطلق، عايزه تخلق، عايز تعمل اي حاجه، هو عايز يشوف عياله، بيحصل. لكن اخدر عيالي واخدهم؟ طب غيرت رايها ولا ايه؟ غيرت رأيها، أنا شايفة إنه أحسن برضو. ها؟ أنا بشكر وزارة الداخلية من كل قلبي إن الناس دي معدش عليها ساعتين واتمسكت، يعني إذا كان السواق ولا إذا كان الراجل اللي خطف معاه ده أو اللي أخد البنت معاه ده، هو ده خاطف لأن ده مش أبوهم، اتقبض عليه في ثانيتها. بجد بجد من كل قلبي بشكر وزارة الداخلية، وبشكر كل واحد قايم على أمننا وأمنا. ولازم تفهم يا اللي انت رحت اتشمللت ورحت مع بوم تجيب، انك هتتمسك، اي حد هيعمل حاجة غلط هيتمسك في دقيقتها. وانا على فكرة الحلقات اللي فاتت فضلت اقول كده، اي حد هيعمل حاجة غلط هيتم القبض عليه في ساعتها، عشان يعني اذا كان طبعا الداخليه طول عمرها
قايمه على على امننا واماننا وبتسهر علينا وكل حاجه، ولكن عشان انا واحده بغطي جرايم بقالي 25 سنه عمري ما شفت نشاط وتركيز وسرعه في الاداء زي السنه اللي فاتت واللي قبليها دي، ما شفتش الفتره اللي فاتت دي فعلا الناس ما فيش اي حادثه اتقبض عليه، ايوه اتقبض عليه ايوه. فانا بشكركم جدا من كل قلبي وبوجه رسالة، نشوف الفيديو الأول بتاع البنتين وحنين إن شاء الله بإذن الله ترجعي حبيبتي وتشوفي. طب نشوف بس الفيديو الأول ونرجع للحاجة حليمة. حنين كانت معايا في فصل واحد وكنت بحبها قوي وكانت صاحبتي، وانا بجد وحشتنا قوي كلنا، وكلنا مش هنسيبها عشان احنا بنحبها قوي. ده اصلا مستحيل يبقى اب، مفيش اب يعمل كده في ولاده، ده مستحيل يبقى اب بجد، مفيش حد يعمل كده. ده بيخدرها وبيخدرهم هما الاثنين، ممكن يموتوا في ايده اصلا. لأول مرة الطرف الثاني وحق الرد لجدة الأولاد من ناحية الأب. الحاجة حليمة أهلا بيكي. ألو. أيوة أهلا بيكي. أهلا بيك يا بنتي. حضرتك إيه تعليقك على اللي حصل ده؟ اللي حصل إيه بالظبط؟ ممكن توطي التلفزيون؟ أنا بعيد عن التلفزيون خالص. حاضر يا ست، أنا ما بشوفش البرنامج يا بنتي. ايوه ما انا بحكي لك اهو. بشوفه قبل كده ولا بشوفه دلوقتي؟ انا ماشي، احنا برنامج مش معروف خالص، مش مهم ما تشوفيني. لا انت، لا انا ما بشوفش. انا بس انا ست كبيره وما بشوفش الحاجات دي. على عيننا وعلى راسنا. حضرتك عارفه طبعا اللي ابنك عمله صح؟ ايوه. طيب حضرتك راضيه عن الموضوع ده؟ قولي عرفتي منين الاول؟ قولي لي عرفتي منين؟ من بنته الكبيره. هي اللي كلمتني وقالت لي حصل كذا كذا. وخلي بابا يرجع حنين. على ان هي عندي هنا. لا ما هم قلت لها مش عندي. ما كانوش مصدقين ان هم مش عندي. يعني هو ما اتصلش عليكي خالص؟ ما اتصلش خالص يا بنت، بقاله يجي شهرين. بقاله شهرين ما كلمكيش؟ ايوه. يجي كلام ايه؟ سلام عليكم، ازيك يا بابا، ازيك يا ماما، انت صحتكم كويسه، سلام عليكم. يعني هو لما كان في مصر ما زاركيش ولا مره؟ جالهم فيها وجالنا هنا. ما جالكيش خالص؟ خالص. انا بشكرك جدا. لا وبرب اهله كمان. طيب الحاجه حليمه مش راضيه، عشان هي كانت الجده الثانيه بتقول ان الحاجه حليمه راضيه مش راضيه هي ولا تعرف عنه حاجه. الراجل جه مصر ما كلمش، ما سالش على امه، او قال لها بقى تقول كده يعني، الله اعلم. إن شاء الله بإذن الله حنين ترجع بألف سلامة. ورسالة مني ومن أي أم، أنا ما بقولكش الرسالة دي كمذيعة، أنا بقولك كأم. أي أم بتفقد أولادها بتحس بألم شديد شديد، حتة منها كده بتروح، وخصوصا كمان لما تعرف ان ولادها اتاخدوا بطريقة ألمتهم جدا اكيد نفسيا وعضويا وكل حاجة. انا معرفش مراتك اللي معاك دلوقتي مستأمناك عليها ازاي. لو عندك قدرة على انك تخدر حد انت ممكن تخدر اي حد عشان تعمل اي حاجة. هتقولي طب ما انا كمان متألم ان هما مش معايا. ما تيجي وتقعد معاهم وتربيهم وتخرج معاهم كل اسبوع. ما هو اللي بيختار يا جماعه يطلق او اللي بيختار ينفصل بيبقى عارف العواقب، بيبقى عارف ان هو ساب اولاده. تقول يعني نقعد ونقعد متضايقين او زعلانين؟ لا ما تقعدش متضايق وزعلان، تقعد وتحاول تصلح حياتك عشان اولادك. لكن اروح واشتغل بره واتجوز واعمل حياه واجي اخدر ولادي واسحبهم على كتفي وامشي بيهم كده، انت بتحبهم؟
العشر ثواني او العشرين ثانية اللي انت عرضتهم فيها لده انت كده بتحبهم؟ انت عامل زي القطة اللي خايفة على عيالها فأكلتهم. كان ممكن يموتوا، كان ممكن يعني ده شروع في قتل مخدر وكتم نفس، ده شروع في قتل. انا معرفش تفكرت ازاي، ولكن هي البنت لازم ترجع لامها، مش بس عشان هي عايز ترجع لامها، عشان ما ينفعش تتربى مع اب عمل كده ابدا، ولا ان تبقى دي افكاره الاجراميه دي. ما حدش يامن ابدا بنته مع حد يعمل كده ابدا. روح لفاصل ونرجع.